اربع فيديوهات للضحك بس. واحد كلها ايمان يا تكسحها من هالخبر اللحظات الاولى يعني من يعني الفوز يعني كيفاش كنتوا تعيشوا المباراه يعني من اول لحظه وحنا نتفرجوا من اول لحظه وحنا نتفرجوا مسكينه ايمان كانت تعاني حقرونا جايبين بنت يا جماعه ربنا يشفيها يا رب وقاعدين بيلقنوها الكلام قولي كذا على المغرب قولي كذا على المغرب قولي ان البطله الجزائريه ايمان فازت والمغاربه حجروها قولي كده يلا قولي. فطبعا احنا وصلنا لمرحله في كوكب لالا غير طبيعيه ان هو وصل انه موقف واحده ربنا يا رب يشفيها وبيلقنها ازاي تهاجم المغرب. انا مش قادر افهم الكلام ده ولا قادر افهم الناس دي ولا قادر افهم ايه علاقه فوز بطله جزائريه بالمغرب. يعني احنا مالنا؟ انا مش عارف ايه دخلنا في الموضوع معرفش. رقم اتنين كما فرحوا المسلمين منين حروا مكة وجاو داخلين طالع على البدر وعلينا وجب الشكر علينا. اليوم فرحة كبيرة. هذه هي الفرحة هذه تاع المسلمين كي جاو داخلين المكة هذيك فرحة. هذه احنا انا راني نمثل فيها خوت هذه. استغفر الله العظيم يا رب. طالع البدر علينا ايه يا باشا؟ بطلة جزائرية فازت بميدالية طالع البدر علينا. الموضوع وسع مننا قوي. انا حاسس ان احنا انا اصلا وانا بقول الكلمة خايف اتسخط قرد وانا بتكلم. انا مش عارف في ايه يا جماعة. لا ده الموضوع كبر قوي قوي في كوكب لالا. احنا لنا الله في كوكب لالا والله يكون في عوننا جميعا. الفيديو رقم ثلاثة. السلام عليكم خواتنا العزيز، مرحبا بكم على فيفا سيرفيس فرندا. اليوم عندنا هذا الكليو 5 تي سي او جات عندنا بريمي فيدونج تاعها. هذا اول فيدونج بنديروه اليوم. ما غاديش نحكوا على نوعيه الزيت ولا على السيارات ولا على، بغينا نحكوا على المشكل تاع السيارات في الجزائر. كل السيارات اللي راهم يجونا موان تروازون يعني اللي جاي من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا يعني لاحظنا فيهم واحد الحاجه، كل قطاع الغيار تاعهم ميد ان موروكو يعني المغرب يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا ومن اوروبا نشروهم حنا. طب ايه مشكله حضرتك في ده يا فندم؟ يعني انا مش قادر افهم. يعني المغرب بيصنع سيارات وبيصنع قطع غيار سيارات واحنا اتكلمنا من كذا سنه انه المغرب تفوق في هذا المجال وبدا يصنع سيارات ويعمل سيارات بتاعته باسمه. دي حاجه تحسب لاشقائنا المغاربه، المفروض نكون فخورين بيها ونتعلم منها. انت بقى ايه مشكلتك؟ يعني انت بتشتري عربيات في الجزائر او في كوكب لالا فلقيت انه الصناعه مغربيه او قطع الغيار مغربيه، انت ايه علاقتك؟ يعني ايه اللي مزعلك؟ ما تشتريهاش. يعني لو هي مش عاجباك ما تشتريهاش، انما هتشتريها تقر وتعترف انها مغربيه 100% وتفخر بده. مش هتفخر بقى بده، اركبها وانت ساكت ما توجعش دماغنا، لكن هتعترض هتقول لنا عندنا مشكله يا جماعه. ايه المشكله؟ انه السيارات صناعه مغربيه. طب ايه المشكله في كده؟ يعني دي حاجه حلوه، يعني نفرح لاشقائنا المغاربه ونسقف له؟ مش نقول دي مشكله. مشكله فين؟ مش عاجباك بقى العربيات المغربيه، شوف لك بقى عربيه ثانيه، اركب عربيه جزائريه. لو لقيت عربيه جزائريه صنعت في الجزائر اركبها، وبرضه لو لقيت عربيه مكتوب عليها صنع في كوكب لالا اركبها برضه. احنا مالناش دعوه، ما يخصناش الموضوع ده. فهنيئا للمغاربه واشقائنا بان هم بيصنعوا سيارات ودي حاجه تشرف. وهنا في مصر موجوده عربيات كتير صناعه مغربيه عادي والناس بتشتريها وما حدش بقى بيقول ايه في مصر. يعني ما شفتش واحد مصري ركب عربيه مغربيه يقول لك المشكله ان العربيه دي مكتوب عليها صنع في المغرب. ليه؟ ايه المشكله؟ عادي، بالعكس دي حاجه جميله يعني نفرح بيها كلنا. الفيديو رقم اربعه. مش ده النشيد الوطني التونسي ولا انا غلط يا جماعه؟ مش ده النشيد الوطني التونسي؟ حد يقول لهم يعني في بطله جزائريه فازت فبيرفعوا دايما البطل اللي بيفوز في الاولمبياد بيترفع علم بلده فوق وجنبه العلمين اللي هم المركز الثاني والثالث بس النشيد الوطني بتاع البلد اللي فاز بالذهبيه هو اللي بيتم عزفه يعني. فعايزين بس نقول معلومه ان ده النشيد الوطني التونسي تقريبا، مش حد ياكد عليا يا جماعه. فين اخواتنا التوانسه اللي هنا موجودين يقولوا لي بس مش ده لحن النشيد الوطني التونسي ولا ايه؟ فحد يتكلم معاهم لانه يقول لهم. ما حدش قال لهم في ايه؟ ها عادي خلاص عادي، بس الصحراء المغربيه مش عادي. هم بس بيقفشوا ويتعصبوا في الصحراء المغربيه دي بس اللي بيقوم بقى ايه بيجزوا قوي فيها، انما النشيد الوطني ده مش الجزائر يا فندم. فهتسكتوا؟ ماشي خلاص خلاص هيسكتوا، مفيش اي عشان هو في فرنسا. اوكي، لا عشان النشيد الوطني ده اتعزف غلط على الاراضي الفرنسيه فهم مش هيتكلموا. معلش بقى، لنا الله في كوكب لالا. دول الاربع فيديوهات اللي انا عرضتهم عليكم، اترك لكم التعليق بقى في الاربع فيديوهات. ها شوف الاول بتاع البنت اللي جابوها
غلبانه ربنا يشفيها وقاعدين بيلقنوها تقول ايه على المغاربه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الفيديو العجيب والغريب بتاع الباشا اللي شايف انه بطله جزائريه حققت ميداليه، ده زي طلع البدر علينا. انا مش عارف في ايه يا جماعه، الموضوع وسع قوي في كوكب لالا. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، الفيديو بتاع احنا عندنا مشكله كبيره. ايه المشكله يا باشا؟ انه السيارات صناعه مغربيه. طب ما مشكلتك انت بقى دي، لكن دي مش مشكلة حد خالص. رقم اربعة، انه النشيد الوطني الجزائري اتعزف غلط في فرنسا، فعايزين نشوف رد فعل الاشقاء الجزائريين، لان هم بيشتمونا اصلا واحنا ما بنتكلمش على بيشتمونا، يعني كل ما نقول حاجة كويسة على المغرب يشتمونا، فعايزين نشوف بقى لما حد ما يحطش في فرنسا ما يحطش نشيدهم الوطني صح. دي يعني ولو انا غلط قولوا لي، يمكن انا سامع اللحن غلط، لان الله في كوكب الله. ان شاء الله انا عايز افوز بالبرونزية. وانا كمان ان شاء الله عايز افوز بالبرونزية. تفوز بايه؟ تفوز انا بشجع مصر، انا بشجع مصر اهو. الفريق المصري باسكو ما خاوتنا وقفوا معنا، ماشي جاز احنا تاني رانا مع المصاروة، كون يخسروا نحرق الدنيا ونورمال، ورانا جايين يا المصاروة. كي شغل هما شغل الجزائر تحيا مصر وحتى التالية. خلينا نشجعوا المروك، كاع استشفوا فينا احنا خسرنا. ما تشجعنيش، ابوس ايدك كفاية، جسمي وجعني بالتشجيع. رحيمي طيب طيب خلاص خلاص. حكيمي اهو ما فيهاش نوم في الليله السوداء دي. وقت انا عايز اسالك، انت كسبت امريكا اربعه، اشمعنى انا سته؟ ده انا بتكلم بنفس لغتك. رد عليا دلوقتي سؤال، انت كسبت العراق اربعه صح؟ بترد عليا، اشمعنى انا سته؟ انت كسبت العراق اربعه، اشمعنى كسبتني انا سته؟ احنا خسرنا سته بجد. عم مبروك، انا بهزر معاك يا عم، سلم عليا حبيبي، الله يبارك فيك. أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا أسد الأطلس، أنا مالك الصحراء وسيدها، أنا قلب الأسد. هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ، هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم، أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج، أنا من كسرت شوكة العثمانيين، أنا تاريخ كبير، أنا القوي العتيد، أنا القريب والبعيد، أنا الكرم والجود، أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا المغرب.